1963 1971، فكيف يمكن لشخص يترشح للرئاسيات غير حامل شهادة البكالوريا أو شهادة دراسات عليا؟ وكسؤال ثاني سيد تواتي، تنادون في خطاباتكم يعني بأهمية تغيير النظام، وأنتم ترفضون يعني حتى التخلي عن رئاسة الحزب الذي تأسس عام 1999، حيث سبق لكم وأن استغنيتم يعني على بعض أعضاء المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة في الحزب بعدما حاولوا السحب ثقة منكم. فكيف لشخص لا يؤمن بمبدأ التداول على السلطة أن يقوم بتغيير النظام؟ وكسؤال فقير سؤال فقط سؤال هنا برك سيد موسى تواتي، انتقدتم بشده يعني المال الوسخ الذي لاصحاب المال الوسخ الذين يساندون المترشح عبد العزيز بوتفليقه، لو كان هاد الاشخاص ما دعموكم يعني وساندوكم في حملاتكم الانتخابيه، هل ستصفون اموالهم يعني بالمال الوسخ؟ لم يدعمنا احد في هذه الانتخابات أولا. يعني ما فهمتنيش برك السؤال. شوفي حبستي تما وراك انت، باسكو انتوما بالذات انتوما تاع النهار هذو تضربوا عشوائيا. انت ما جيتيش ديري لي ان بروسي، لا ما جيتيش ديري لي محاكمه هنا. مانيش محاكمه. اسمحي لي فهمك، اولا انت ما عشتيش معايا وما تعرفينيش باش تقولي انت يا التعلم تكون في مدارس ابناء الشهداء، وابناء الشهداء ابناء الشهداء هما خير ابناء هذا الوطن. هل هي اهانه او تعتقدين بانك تهيني ابناء الشهداء؟ ما ليس اهانه ابناء الشهداء. هل تهيني مراكز ابناء الشهداء ومدارس ابناء الشهداء؟ كيف تتجرئين لتتحدثي على مراكز ابناء الشهداء بهذه اللغه؟ هل اعتبرت واعتقدت بان الدوله هي التي اهانت هذا الشعب، هذا الشريحه من ابناء الشهداء، لتاتي انت اليوم تتحدثين على مراكز ابناء الشهداء؟ انا تعلمت وتربيت وتكونت في مدارس، تكونت في مدارس ابناء الشهداء صحيح، تكونت في مدرسه الاشبال الثوره في سوريا، تكونت في ليبيا، ودخلت المسابقه الجامعه المركزيه وكنت في معهد العلوم السياسيه، معهد العلوم الاقتصادية سنة أولى، ثم توقفت طوعيا، وهذا مش عيب اللي راك تجيبي في المعلومات اللي راك تجيبي فيها ولا اللي عطوها لك. أحد الأطباء يعني الذين أجرى لكم عملية جراحية سنة 1999 على مستوى الذراع هو من راه يقول بهذه المعلومات؟ أحد الأطباء، نعم، بولاية بازا سيد موسى تواتي، وحتى في مواقع الإنترنت يعني هذا هو يعني السيرة الذاتية. سمحك الله سيد موسى تواتي، من أجرى حتى لا علي عملية جراحية على ذراعي هو طبيب أستاذ في مستشفى وهو كان وزيرا. هذا خارج نقاشنا، تفضل. هذا خارج نقاش، وروحي عاودي صحي معلوماتك وجيبي المعلومات صحيحة ودقيقة. على الانترنت سيد تواتي، حتى لا نضر مع الحياة. نعم. شوفي، لا تحبوا انتوما تشوهوا كل الناس على اساس باش تربحوا الجاه نتاع سيادتكم، خليهم عندك وريحي ترونكي. ما ديريش الاعلام تاع تاع الزنق، كوني محترفه. سيد موسى تواتي الرجاء، هذا هو التعليم اللي علمتك الجامعه باش تعرف. الرجاء موسى تواتي، انت علموك في الجامعه باش تقول هذا الكلام، انت علموك باش تقول هذا الكلام في الجامعه. سيد موسى تواتي انا علموك في الجامعه. ايوا جاوبني على الاسئله فقط لا تعليقات، بدون مزايدات. سيد تواتي بدون مزايدات، الرجاء بدون مزايدات. حتى نستغل وقت الحصار ويستفيد المشاهد. رجاء موسى تواتي، راك مجرد مترشح وانا صحفي، اطرح السؤال الذي اريد. الحياه الشخصيه هي حياه الشخص، واذا عندك اتهام عندك العداله. سيد تواتي، اما باش تجي انا اسست منظمات واسست حزب، انا مناضل، انا مانيش وليد السيستم، انا وليد الشارع، فهمتي؟ الأنبياء كانوا أميين، أنا لست أمي. فضلهم الله وأعطاهم النبغة باش يكونوا قادة للأمم. أنت جيت تهضر هذا الكلام، وشكون علمك هذه الهضرة؟
إذا سمحت يكون فقط شكون قال لك روحي روحي في كيفنا نقطة نظام. أتمنى أن يكون فقط يسود الاحترام في هذا المجلس. أتمنى أن يسود الاحترام من الجميع. تفضل خويا.